بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم على قناتنا على اليوتيوب في موضوع جديد سوف يتمحور إن شاء الله تعالى حول كيفية استخراج الشهادة الدراسية وشهادة المغادرة من خلال الصيغة الجديدة لمنظومة مسار. إذن أولا سوف نقوم بالدخول إلى برنامج مسار. ثم نقوم بالضغط على الصيغة الجديدة لمنظومة مسار. ثم نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول. إذن سوف نذهب مباشرة إلى خانة بطاقة التلميذ. ثم الضغط على لائحة التلاميذ. ثم اختيار المستوى. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على بحث. إذا هنا غادي نختار التلميذ. إذا نضغط على بيانات التلميذ. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على التمدرس لاستخراج الشهادة المدرسية. إذا هنا غنمشي مباشرة طباعة الشهادة المدرسية للسنة الأخيرة. إذا غادي يخرج لي هاد الجدول. إذا غندير لي انغوجيستخي لو فيشي نديرو اوكي. هذا بالنسبة اللي عنده موزيلا. غادي نمشي نضغطو هنا على ثم نقوم بالضغط على الملف. ثم نقوم بطباعتها. اذا هذا فيما يتعلق بالنسبة للشهادة المدرسية. اذا نفس الاجراءات غنديروها بالنسبة لشهادة المغادرة. اذا نضغط على شهادة المغادرة. ثم نقوم بتحديد تاريخ المغادرة. ثم تاريخ الالتحاق بالمؤسسة. إذا هنا غنديرو حفظ شهادة المغادرة. إذا هنا غنديرو لقد تم حفظ المعطيات. غنديرو إغلاق. إذا لطباعة شهادة المغادرة كنضغطو على طباعة شهادة المغادرة. إذا هنا غادي نديرو أونجستي لو فيشي. إذا نفس الأمر غادي نمشيو لهاد السهم. نضغطو على فيشي ديال شهادة المغادرة. ثم نقوم بطباعتها. اذا في حالة الغاء هاد شهادة المغادرة يكفي اننا نضغطو على الغاء. اذا هناك لقد تم حفظ المعطيات. اذا بمجرد انك نضغط على الغاء شهادة المغادرة فبالتالي التلميذ سيبقى في نفس المؤسسة. نتمنى انني يكون عند حسن ظنكم. نلتقي ان شاء الله تعالى في فرصة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.